عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم في قناه لالا سهيله، فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم طريقه تحضير العسل المنزلي اللي كيجي ناجح لجميع المعسلات. العسل اللي عندي معتمد دائما، واللي غنشارك معكم فيه جميع الاسرار باش يجيكم عسل ناجح وباش ما يجيش ناشف، وكيفاش نحضروه بالقالب وبالسكر سنيده. دوزو نشوفوا المكونات وطريقه التحضير مع بعض. المكونات بالنسبه لي انا غنحضر عندي هنا 4 كيلو ديال السنيده. انا درت هنا السنيده، الا بغيتو نتوما ديروا القالب بلاكم الاختيار اللي متواجده عندكم في الدار ديروه. الا بغيتي ديري غير وحده غديري نفس المقادير. عندي 4 كيلو ديال السنيده، غندير معاها 2 لتر ديال الماء عادي. عندي هنا القرفه، عندي الحامض مقطع بحال هكا، بغيتي ديري مقطع على جوج ولا مقطع صغير اللي بغيتي. وعندي هنا النسكه الحره، هذا كيجي كيجيش كينشفش المعسلات، كيجي به العسل زوين. ندوزو نشوفو طريقه التحضير مع بعض. اول حاجه غنديروها غنديرو السنيده باش تذوب لينا. الا كان عندك القالب غتحطي القالب تقريبا غليبات باش يذوب. اما السنيده كدوز لك شي ساعات الماء كانه هكا وكتذوب السنيده مع الماء. اما الا كان القالب خاصك تبيتي الليله كامله باش تذوب، باش يذوب السكر. صافي نكبو الجيترو ديال الماء. هاهي حركوها باش تذوب. خلوها واحد ساعة المكانة تيذوب لينا السنيدة. صافي غادي نحطو السنيدة تذوب بحال هكا واحد ساعة المكانة، ونرجعو ليكم باش نطيحو القرفة والحامض. صافي هنا من بعد ما دازت لينا ساعة المكانة، دابا غادي ذابت لينا السنيدة كما كتشوفو، ساعة كتذوب فيها السنيدة. دابا غنضيفو ليها المكونات اللي باقا عندنا. غنضيف القرفة، ونضيف الحامض. القرفة انا دايرها عواد، احسن عواد ما ديريهاش بودر باش ملي كتسالي كتحيديها. وغنطيحو حتى الحامض وصافي. وغادي نسدو عليها بالكوكوط، وغادي نحطها فوق البوطة على عافية متوسطة 40 دقيقة صافي. وغادي نطفيو عليها، ديك الساعة تكمل الطياب ديالها محلولة 40 دقيقة لعافية متوسطة من بعد ما تصفر. وهنا صافي غادي ناخذ داك النسكة الحرة غندقها. انا غنديرها هنا في المهراز، كل واحد فين بغى يدير في مونيكس. درتيها في مونيكس ديريها مع شويه ديال السنيده، عاد ديريها تما. انا في المهراز هكا كندقها كتصدق لي مزيان. هنا من بعد ما طابت العسل هانتوما كتشوفوها، الا بغيتي تعرفي العسل ديالك واش طايبه كتشوفوا الحامض. الا وصل هاد اللون بحال هكا كتولي بحال الحامضه كارمه، عرفوا انها طابت العسل، يعني طابت مزيان. صافي انا غنحيد لي هذيك القرفه وداك الحامض. هاد داك الحامض باش تعرفي انها العسل ديالك طابت. صافي دابا نحيدوا لي هذاك الشيء كامل اللي درنا. صافي هيا نحيد داكشي كامل. غنضيفو راس معلقة ديال المسكة الحرة، وغادي نردوها فوق البوطة 10 دقايق غير طيب لينا شوية مزيان هكا، ونطفيو عليها.
هنا من بعد ما درنا المسك الحرة وقلنا راس المعلقة ديال المسك الحرة صافي دابا رديناها في كل بوطة واحد 10 دقائق كما كتشوفوا طيب مزيان شوية ك 10 دقائق تغلي صافي وغادي نطفيو عليها تبرد ونرجعوا لكم باش نشوفوا القوام ديالها كي داير. صافي انا هنا العسل طفيت عليها تبرد واخا كتشوفها باقا كتغلي حيت باقا شاده السخونه. مثلا العسل اللي كنتي باغا تخدمي بها طيبيها نهار قبل باش تكون بارده لان العسل كتبغي تخدمي بها بارده لان المعسلات كيكونوا سخونين العسل خاصها تكون بارده. الا درتي العسل سخونه والمعسلات سخونين ان المعسلات ما كيشدوش لك العسل مزيان. حاول انها تبرد العسل لا خطرها مثلا طيبيها في العشيه ولا غتلعها تخدمي بها تبات لك كامل كتبرد عاد تخدمي بها صافي جات برد على خاطرها عاد خدمي بها. يلا ملي تبرد نرجع لكم ان شاء الله باش تشوفوا القوام ديالها كي داير. هذا هو العسل اللي وجدت القوام ديالو هو هذا كيف ما كتشوفوا. قد ما خليتي راه قد كيزيد البرد كيزيد يختار شويه. كنتمنى ان الاعجاب ديالكم وتجربوه. شكرا لكم المتابعه والتشجيع ولقاء لكم في الوصفه القادمه ان شاء الله.